أهلا مجددا مشاهدينا، نواصل معكم الساعة الثانية من خلال دفقنا المباشر والحي لكل مكان في سودان الحبيب، ثراءه واختلافه كمان، وده اللي بيميزنا نحن عن غيرنا من مجتمعات كثيرة جدا. ولما نقول الكاميرا مرات الكاميرا ما بتكذب، ممكن توصل الصورة الحقيقية والصورة الجمالية لأي منطقة من مناطق السودان، وده فيه جانب من جانب التسويق كمان للموروث الثقافي والجانب السياحي في سودان الحبيب. يا حسام، زي ما اشتغلت كثير جدا زميلنا ما هو عدسته يا سلام، ليه التحية من خور وين قال؟ برانك خور ليه التحية وحمزة طبعا ما بكون ماشي، لأنه أنا دائما كل ما أسأله يتحرك جدا معه على نمشي الهواء. ما موتي حتى فرصة، لكن أنت لو مشيت ممكن نمشي مع بعض المرة الجاية إن شاء الله. كل مرة هو ما مشى فأنا ما حزعله، أقول له مشيت ولا ما مشيت، لأنه عارف إجابته من زمان بيتحافظه يعني الحمد لله. إذا نمضي ونتواصل ويتواصل تفاعلنا معكم ومع كل أهلنا في كل مكان في هذا الوطن الحبيب السودان. هذه المرة إلى ولاية النيل الأزرق، الناشط أحمد صحراوي، لنقف على جمال الطبيعة في الرصيرس. أحمد طبعا أخذ يوثق للجمال والخضرة بالنيل الأزرق والفيضان وحركة الرصيرس هناك. أهلا بك الناشط أحمد صحراوي، صباح الخير. صباح النور، التحية لكم والتحية لكل المشاهدين برنامج صباح الشروق بالغناء المفضلة غناء الشروق شمس الثورة الإعلامية. الله يكرمك، بحجم الجمال اللي انت صورته، لكن في حجم الألم اللي خلفته كثير جدا من الأضرار، أضرار السيول والفيضانات، نشاهد من خلال مشوارنا الصباحي يعني اللحظات الأولى لانهيار جسر السوبة بخور برانك الذي انهار، لو تظهر على الشاشة. هذه اللحظة النهار فيها خور نتوبة بخور برنك بمحلية الرصيري. هل أنت كنت متواجد يعني وثقت بسوء، وهل خلف أضرار يعني؟ والله أضرار كده بالصورة كده غاحة ما خلف أضرار، لكن بعدها تقعد بتاعته كانت اي. لكن يا احمد انا شايف انه في مواطنين اعلى الجسر، يعني هل هم كانوا عارفين انه الجسر ده حينهار من النصف؟ أيوة. يعني والجسر قبل فتره طويله يعني كان في شبهات على انه حينهار في اي لحظه، السيول اللي تاحت المدينه هي اثرت كثير برضه في على انهيار الكوبري، و السبب الاساسي هو كان بيرجع في خلل فني في التشييد الكوبري، ده كان سبب اساسي مع اندفاع المياه اثر فيه كبير بصوره كبيره وادى لانهياره. زي ما لاحظين انه في مواطنين كانوا متجمدين لانه كانوا متوقعين في اي لحظه انه حينهار، حتى الحركه توقفت الفتره الصباحيه. لكن دركوا براس منه وهم متواجدين على الجسر، يعني هم عارفين انه حينهار يعني لا قدر الله لو حصلت حاجه. هو كان بيحدث فوق كل مره بيحدث فوق يعني. نعم يعني بيستعد. نعم. أعتقد الحركة تواصلت، يعني الناس كان بتحاول مضطرة إنها تطلع، هو جسر مهم شديد برضه منطقة الرصيرس بالريف الشمالي، زي ما عارفين إن الريف الشمالي غني جدا بالثروة البستانية والفواكه، اللي هو أهمية خطوة يعني في اقتصاد الولاية. نعم. وجسر مهم بالنسبة للمواطنين يعني خصوصا مدينة الرصيرس ومدينة الدراجين على الثواني. نعم. طيب يا أحمد، يا ريت لو تضعنا الآن في الصورة بصورة عامة على الخريف والفيضان في ولاية النيل الأزرق بصورة عامة. والله الصراحة أمطار كثيفة جدا في منطقة النيل الأزرق. نعم. أخذت مناطق المنقسمة زي ما شاهدنا يعني أثر سارة انهار طبور. أثر كبير يعني هو أثر ترابي له أثر كبير اقتصادي. حوالينه مشاريع زراعية كبيرة زي ما قلت دمرت بالكامل يعني سوف انهيار السد، وده بدخل المزارعين طبعا في عجز شديد، لان اغلبيه المزارعين لا تاخذ تمويل من البنوك. فالتوجهات والسيول والابصار كثيره جايه من سياح الخضر الاسيويه ومن مناطق الاسيويه عندنا وحكومه البنوك عبر محليه جيسون. ان شاء الله ربنا يلطف باهلنا في ولايه النيل الازرق، لكن في جانب اخر طبعا الجمال موجود في النيل الازرق يعني في كل تفاصيل الحياه بالتحديد الخريف، يعني
على ذكر التوثيق بالكاميرات اللي هي بتكون ذات جودة عالية، أنت أخذت توثق بجانب آخر عن طريق الهاتف. فكرة التوثيق دي هل بدت من قريب ولا أصلا كانت كنت من زمن بعيد جدا أنت بتلتقط الصور؟ أنا ارتباطي بالكاميرا يعني كهواية يعني بالصغر، بعد ذلك أضغطت الموهبة دي لدورات تدريبية في مجال التصوير والمونتاج، بالإضافة يعني صار لنا دورات في مجال صحافة الموبايل عبر الرابطة الدولية لصحافة الموبايل، خدنا فيها كذا يعني دي ترجمة كبير في الحياة زي الطوارئ في الحياة اللي بتجي يعني طالعة كده معين المشاهد، فمتوفرين تجيب جمالياتها في لحظتها. نعم. ضروري انا بناشد كل الناس التجريبية في مجال صحافة الموبايل يكون ذات نفع بس ترى جماليات وطبيعة المنظر اللي هو العايش فيه. نعم. إذا أحمد نشاهد الآن عبر صباح الشروق وعبر شاشة الشروق تقرير وعد عبر صحافة الموبايل والهاتف بصورة عامة عن الخريف في ولاية النيل الأزرق وجمال الخريف. نتواصل معك إن شاء الله. يا سلام يا أخي على المشاهد الجميلة والسمحة عبر صباحاتنا الندية ودي الصباحات ويا هود السودان. طيب أنت ذكرت من خلال صحافة الموبايل اللي هي ممكن توصل كثير جدا من تفاصيل السودان للعالم الخارجي، قدر كيف ممكن إدماج كل هذه الفيديوهات تسوق بالصورة المطلوبة حتى نبرز الوجه الجمالي والسياحي لولاية النيل الأزرق من خلالك يا أحمد؟ والله بس انا وانت الشكل بيكون يعني دائما حان الهاتف بحاجه طبعا متناول اليد، فبالتالي اي مشهد هو شد نظرك يمكن توثق له، ما شرط تمنتج في لحظته. يعني في كميه بتاعت المقاطع لما تقول على روائح الموجوده ممكن تنتج منها حاجه جميله وعمل مميز تحكي به في احسن المنطقه او المنطقه داخل السودان وخارج السودان. يعني انا شايف انه اي واحد لو حاول انه يقدر موهبته البسيطه في انه يستخدم الهاتف بالصوره المثلى يطلع اعمال جميله بكل تاكيد. نعم. الثلاثاء القادم امد الله في الاجال والاعمار يا احمد حكون طالبين في صباح الشروق تقرير عبر صحافه الموبايل، تكون هديه منك لينا وده وعد قدام الناس الان يعني، وتواصلك مع زميلنا ناجي الان منتج الحلقه ومنتج اليوم. هتوعدنا ولا؟ ان شاء الله حنورطك. طيب طيب يا احمد كذا في الاخير قدر كيف ممكن تؤثر انت على اخرين؟ يعني احنا بنقول اي زول في منطقته ممكن يكون عنده الوجه الجمالي اللي ممكن يبرزه وبرضه يسوق لمنطقته بالصوره المطلوبه بالنسبه لنا احنا كسياحه مجتمعيه وسياحه داخليه وبالنسبه للمجتمع الخارجي. والله شوف انت كونك تنشر الماده ذات على مواقع التواصل الاجتماعي نعم بترغب الناس، يعني الناس تلاقي زادوك عملتها كيف وضبطت الفيديو كيف وتعال علمنا، دي حاجه خلتني احنا نغوص في مكتب شباب الروسيري في انه لقينا عدد من الدورات التدريبيه في مجال صحافه الموبايل والتصوير والصوت الصوت التجاري. فالحمد لله الاوقات دي في حراك كبير في مكتب شباب الروسيري في هذا العدد من الدورات التدريبيه. انا بدعو كل يعني كل الشباب ولا غاضب على الحالية الدمازين هذه الشباب يا شباب ما شاء الله جزيلنا يجي يسجل اساليهم في الدورات التدريبيه القديمه المركز في هذه الايام. نعم. فنقدر يعني نحكي تجلاها كده طبيعه المنطقه اللي انت مشهود بها عندنا يعني فيها طبيعه زاخره من برا وطلعتها فوق الوظيفه زي ما يقولوا. فاتمنى ان كل الشباب يبادروا. نعم. احمد صحراء دعوه لكم انت وابنائك. ابشر ابشر ابشر.
احمد صحراوي الناشط الاجتماعي والاعلامي المميز ايضا من ولايه الدين الازرق، شكرا لك لحضورك بيننا عبر خط الهاتف ولهذه المساحه. شكرا جزيلا.